على مر القرون تم وصف أعراض شلل النوم بعدة طرق، وغالبا ما تنسب إلى شياطين الليل غير المرئية في العصور القديمة والمختطفين الفضائيين. كل ثقافة عبر التاريخ لديها قصص عن مخلوقات شريرة غامضة ترعب البشر العاجزين في الليل. فما هو شلل النوم؟ ومتى يحدث؟ تعالوا لنعرف كل شيء بالتفصيل. شلل النوم يسمى الجاثوم أو جني النوم، هو شعور بالوعي ولكنك غير قادر على الحركة. يحدث عندما يمر الإنسان بين مرحلتي اليقظة والنوم ولا تتمكن من الحركة أو التحدث لبضع ثوان حتى بضع دقائق. يصفه المختصون أنه خلل لحظي في مدخلات المخ، يستقبل ولا يستطيع الإرسال للنواقل العصبية، ويسبب استثارة العضلات التي ينتج عنها الحركة. ويحدث عندما يشعر بعض الناس بالضغط أو الإحساس بالاختناق، عندما تغفو ويرتاح جسمك ببطء وتصبح أقل وعياً لا تلاحظ التغيير. وإذا أدركت أثناء النوم ستلاحظ أنه لا يمكنك الحركة أو الكلام. أثناء النوم يتناوب جسمك بين نوم حركة العين السريعة ونوم حركة العين غير السريعة، يستغرق حوالي 90 دقيقة. في نهاية حركة العين غير السريعة ينتقل نومك إلى حركة العين السريعة وتحدث الأحلام، ولكن بقية جسمك يبقى مرتاحا جدا. يتم إيقاف عضلاتك أثناء نوم حركة العين السريعة. 4 من كل 10 أشخاص يعانون من شلل النوم، غالبا ما تحدث في سنوات المراهقة، لكن الرجال والنساء في أي عمر يمكن أن يصابوا به وينتشر في العائلات. إذا وجدت نفسك غير قادر على الحركة أو التحدث لبضع ثوان أو دقائق عند النوم أو الاستيقاظ، فمن المحتمل أنك مصاب بشلل النوم المتكرر المنعزل. معظم الناس لا يحتاجون إلى علاج شلل النوم، فقط اتباع نظام روتيني، وهو تحسين عادات النوم مثل التأكد من حصولك على 6 إلى 8 ساعات من النوم كل ليلة، استخدام الأدوية المضادة للاكتئاب إذا وصفت للمساعدة في تنظيم دورات النوم، علاج أي مشاكل صحية عقلية قد تساهم في الإصابة بشلل النوم، علاج أي اضطرابات نوم أخرى مثل تقلصات الساق. لا داعي للخوف من الشياطين الليلية أو المختطفين الفضائيين. إذا كنت تعاني من شلل النوم العرضي، فيمكنك اتخاذ خطوات في المنزل للسيطرة على هذا الاضطراب. ابدأ بالتأكد من حصولك على قسط كاف من النوم. افعل ما بوسعك لتخفيف التوتر في حياتك، خاصة قبل النوم مباشرة. جرب أوضاع نوم جديدة إذا كنت تنام على ظهرك، وتأكد من مراجعة طبيبك إذا كان شلل النوم يمنعك بالشكل الروتيني من الحصول على نوم جيد ليلة. شاركنا، هل تعرف أحدا من عائلتك تعرض لشلل النوم من قبل؟